العلاقات الإيرانية السورية متميزة، وهي تسبق الأزمة الحالية في المنطقة أو حتى تشكيل محور المقاومة، لا سيما أيضا في الجانب العسكري والاستراتيجي والميداني. ونحن شهدنا خلال الأزمة السورية كانت إيران دائما إلى جانب الحكومة السورية في تلك الأزمة التي عانت منها لمدة 10 سنوات. لذلك ليس أمرا جديدا أن يزور وزير الدفاع الإيراني الأراضي السورية، لكن هذا جاء تأكيدا على بعض ما ادعاه جزء من الإعلام الإقليمي والدولي حول أن القيادة السورية تريد أن تبتعد عن إيران. هناك العلاقات قد تدهورت بين البلدين. بالأمس كان موفد قائد الثورة الإسلامية في سوريا، واليوم ومباشرة بعد ذلك وزير الدفاع الإيراني على رأس وفد كبير من جنرالات مختلف القوات المسلحة في إيران، اليوم يزور لبنان، يزور سوريا. من دون شك هذا يأتي دعما للحكومة السورية، دعما لمحور المقاومة، ولا سيما دعما لهذه الحكومة.